وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا المحلل السياسي العراقي الأستاذ زياد السنجري. أهلا ومرحبا بك. بداية، نقلت الأخبار عنكم سيد السنجري أن ميليشيا الحشد أعدمت 52 شخصا في أثناء اقتحامها قرية عين الغزال. هل من تفاصيل أكثر عن انتهاكات الميليشيا في هذه المنطقة؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. في الحقيقة وصلت معلومات مؤكدة من أهالي تلك القرى والمناطق التي تعرضت إلى تجريف واعتقال وتنكيل وقذف، وأخذنا اليوم بنشر على موقعنا الشخصي قوائم بأسماء 52 شخص تم إعدامهم وتعذيبهم وحرقهم بعد أن تم قتلهم. وهناك أيضا فيديوهات ووثائق ستصلنا وسنزودكم بها إن شاء الله يوم غد بهذه الحادثة. وقد أكد شهود العيان الذين شاهدوا مقاطع الفيديو والأهالي الضحايا بأن من كان واقف مع الذين يقومون بتلك الأعمال وكان شاهدا عليها هو مدير ناحية الشمال خديدة كوتو والخال علي آمر فوج لالش اليزيدي الذي قامت عناصره بحرق المدنيين ومن الرجال والنساء من العرب السنة في قرية عين الغزال في تموز من هذا العام. نعم، لماذا انتقاء هؤلاء الأشخاص فقط؟ يعني لماذا اختيرهم بالذات؟ لا يوجد أي مبرر لذلك. نحن نتحدث عن 7 أو 8 أشخاص من عائلة واحدة، نتحدث عن أخوة، نتحدث عن أب وأبناء، عن رجل وزوجته. هناك تهمة وحيدة، هم عرب سنة في هذه المناطق. الميليشيات دخلت إلى هناك بدون قتال، عناصر تنظيم داعش الإرهابي انسحبوا من تلك المناطق، لم يحدث قتال، لا يوجد مبرر قانوني سوى قانون الغاب الذي يسيطر على قضاء سنجار وكل محافظة نينوى وكل العراق. وممكن نضرب مثال ذلك، يعني اليوم تم اعتقال أحد الصحفيين، لا أريد أن أذهب بعيدا عن الموضوع، ولكن اليوم تم اعتقال أحد الصحفيين محمد أمين الحمداني بسبب منشور في الفيسبوك. فإذا هنا غياب تام للقانون ولذلك نجد هناك قتل وحرق بدون أي مبرر ومسبب قانوني. الحديث عن الانتهاكات يجرنا للحديث عن الموصل والدمار الذي لحق بها مع قتل المدنيين. كيف ترون موقف التحالف الدولي من رفض التقارير الحقوقية بشأن المدنيين في معركة استعادة الموصل؟ نعم، وكالة الاي بي الاشيوتد بريس ذكرت في تقارير موثقة عن ان الاحصائيات الرسمية الحكومية لا تمس للواقع بصلة. هناك آلاف الشهداء من المدنيين، هناك آلاف الجثث لا زالت تحت الأنقاض، هناك صور دمار كامل في مدينة الموصل ومحافظة نينوى وخاصة في الجانب الأيمن الذي يشهد، وبعد مرور تقريبا عام كامل هناك تقاعس تام من قبل الحكومة. هناك أرقام وإحصائيات الحكومة قللت من خسائر المدنيين وتجاوزت على الحقيقة، ولكن المنظمات الدولية والهيئات المستقلة بينت زيف وكذب ادعاءات الحكومة لأن الأعداد أكبر من ذلك بكثير. أبررت العمليات في الموصل بالقضاء على الإرهاب، ومع إعلان العبادي تطهير العراق من تنظيم الدولة يعلن الأمريكان البقاء في البلاد. ما يمكن تفسير هذا القرار؟ لا يوجد أي تفسير إلا تفسير واحد، وهو أن الأمريكان قوة غازية أرادت أن تبقى وأرادت أن تضعف في العراق بحيث جعله من قبل أي حكومة موجودة الآن تتمسك به وتتمسك بالقوات الأمريكية التي تمسك الأجواء وسماء العراق وتسيطر عليه بشكل تام، وتراقب الآن عبر قواعدها كل المتغيرات على سلاحها. أعتقد بأن حكومة الاحتلال الأمريكي لم تخرج من العراق بتاتا، هناك تحكيم لها في السنوات السابقة ولكن أعطت مبرر الآن لبقائها. هي قوات محتلة وفق كل المعايير والمواثيق الدولية، ونحن نعتقد كعراقيين بأن القوات الأمريكية هي قوات محتلة غازية ومبرر لها مقاومتها بكل الطرق
المشروعة والمعروفة عالميا، لأن هذه القوات مرفوضة من قبل الأهالي العراقيين، رغم كل ما تريد أن تقدمه بأنها محاربة الإرهاب. نحن نرفض الإرهاب ونرفض الإرهاب الأمريكي الذي يحتل بلادنا، وهو السبب الرئيسي في تدمير بلادنا منذ عام 2003 ولحد الآن. مع كل هذه الانتهاكات تخرج ميليشيا بدر وتصرح أن على حكومة بغداد دعم وتسليح ميليشيا الحشد. برأيكم ما المصير الذي ينتظر العراق في ظل تمدد نفوذ الميليشيات؟ لا يوجد أسوأ من المصير الحالي للعراق الذي تحكمه تلك الميليشيات التي تعود فسادا في الأرض. نحن نتحدث عن ميليشيات خارج عن القانون، نتحدث عن ميليشيات تقوم بالاعتقال والتنكيل والتعذيب ليس في محافظة نينوى فقط، في كل المناطق. هناك صور وهناك وثائق تتحدث عن انتهاكات خطيرة جدا. أعتقد بأن كل الأصوات التي تطالب بحل تلك الميليشيات محاربة، ولا أعتقد بأن هناك مبرر ومسوغ لبقاء تلك الميليشيات إذا أرادوا فعلا أن يعمروا العراق. ولكن الحكومة الحالية هي حكومة احتلال، تريد أن تدعم كل الميليشيات اللي موجودة حاليا داخل العراق، ولا تريد للعراق أن يستقر ويكون دولة مدنية تحكمه القوانين. على عكس ذلك تماما، يريدون أن يشرعوا كل عصابات والمافيات والميليشيات التي خارجة عن القانون، ويجعلوا ويطالبوا بأن تدعمهم الحكومة بالسلاح. وهذا ما حدث بالفعل خلال الفترة الماضية، عبر دعمهم بالمال والسلاح من قبل الحكومة، وعبر دعمهم بالمال والسلاح أيضا من قبل إيران وميليشيات الحشد. معظم أسلحتها هي أسلحة إيرانية، وتم قصف مدينة الموصل بأسلحة وصواريخ إيرانية لكي توقع أكبر خسائر من المدنيين، وهذا ما حدث وتم توثيقه بالفعل في مدينة الموصل. المحلل السياسي العراقي الأستاذ زياد السنجري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.